هذه الامور حسيمه عبد النور كريباز هي الخلاصه لمباراه اليوم. يعني خلاصه المباراه ان الفريق الوطني لعب على فيه على مراحل، يعني دخوله بالقوه في المقابله الاولى في الدقائق الاولى، بعد نهايه الشوط الاول ما كانش في المستوى، تلقى هدفين، الشوط الثاني حاول كان احسن، حاول بطاقه حمراء هذا اللاعب غلام، هذه يعني الكومبورتومون هذا تاع اللاعب غلام يعني ماهوش مسموح. هنا نشاهدوا هذه ضرب اللاعب الكره، يعني هذه ماشي يعني طبعا محترف تصرف.